قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. إيمي سالم. إيمي سالم فنانة شاملة زي ما بيطلق عليها النقاد. خطواتها الفنية قليلة بس محسوبة جدا، فمش بتقدم أي عمل فني غير لما تكون مقتنعة بيه كامل الاقتناع من أول ظهور ليها، وقدرت إنها تثبت نفسها وسط جيل الشباب. ليها مواقف وصفها البعض بالمحترمة، وخصوصا في وفاة الفنان محمود عبد العزيز. بس برغم كده هجمت المخرج محمد سامي، وهنعرف في الحلقة تفاصيل الخلاف ما بينهم. كمان هنتكلم عن حياتها الشخصية أكيد، تابعونا علشان تعرفوا كل ده. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. إيمي سالم أو إيمان سالم محمد المهدي، ده اسمها الحقيقي، من مواليد محافظة الأسكندرية في 9 فبراير سنة 1982. هي البنت الوحيدة لوالديها اللي انفصلوا عن بعض وهي عندها سنتين. في المرحلة الابتدائية درست في مدرسة نوتردام الفرنسية، ولما وصلت لسنة ثالثة ابتدائي انتقلت للعيش مع والدتها في لندن. برغم انها كانت عايشة مرفهة، الا انها من صغرها اتعلمت الاعتماد على النفس. اشتغلت من وهي عندها 16 سنة في لندن كعارضة ازياء، وفضلت في المجال ده لمدة 8 سنين. وخلال الفترة دي كانت بتدرس، فحصلت على بكالوريوس التسويق من جامعة ويستمنستر بلندن. في بداية الألفية الجديدة رجعت مصر، بالتحديد محافظة الأسكندرية. كملت دراستها في الأكاديمية العربية وحصلت على ماجستير في التسويق. خلال فترة دراستها حبت إنها تكمل مشوارها في الأزياء، فبدأت تاخد خطوات جدية في وقت قصير، وبقت من أشهر عارضي الأزياء في مصر. ومنها بدأ يجيلها عروض لدخول مجال الإعلانات. حبت إيمي إنها تدخل عالم الأضواء والشهرة بعيد عن المجال اللي درسته وهو التسويق، فبدأت تاخد كورسات تمثيل حر، ومنها اتعرض عليها دور صغير في مسلسل حكايات زوج معاصر مع الفنان أشرف عبد الباقي وبسمة وروجينا. وفي نفس الوقت اتعرض عليها الاشتراك في مسلسلات زي أمس لا يموت والليل وآخره، وفعلا قدمتهم بصورة مميزة. برغم ان دورها في مسلسل الليل وآخره كان عكس طبيعتها وشخصيتها، الا انها قدرت تقدمه بصورة مميزة جدا، وهي كانت في اول مشوارها الفني. بعد نجاحها في الادوار اللي قدمتها اتشجعت وقررت انها تخطو خطوة فنية بس مختلفة وبعيدة عن التمثيل. قررت انها تغني لانها بتتمتع بصوت عذب مميز، فانتجت والدتها ليها البوم بعنوان نسيني، ونجحت الاغاني اللي قدمتها نجاح كبير، وصورت بعض الاغاني كمان فيديو كليب. رجعت تاني للتمثيل بس مش بصورة كبيرة، لاننا زي ما قلنا في اول التقرير هي بتختار الادوار اللي بتقدمها بعناية. مشوارها الفني طويل بس الأعمال اللي قدمتها قليلة جدا، حوالي 20 عمل. من الأعمال اللي قدمتها الفنانة إيمي سالم عباس الأبيض في اليوم الأسود، الظاهر بيبرز، ما تيجي نرقص، أولاد الشوارع، العملية ميسي، وضع أمني، طلقة حظ. في 2017 بالتحديد في مهرجان القاهرة السينمائي ظهرت في المهرجان وهي لابسة اسود جدا من غير اي مظاهر احتفال. اتعرضت وقتها للانتقادات بسبب اطلالتها دي، بس خرجت في تصريح وقالت ان المهرجان جه بعد رحيل الفنان محمود عبد العزيز بفترة قليلة، وكان لازم تظهر بالاطلالة دي لانها بتحترم عيلة الفنان محمود عبد العزيز، عشان كده اطلق عليها لقب الفنانة المحترمة. ومن مهرجان القاهرة السينمائي لفرح الفنانة نيلي كريم اللي حصل فيه مشادة بينها وبين المخرج محمد سامي، وده حصل بعد ما انتقدت مسلسله نسل الأغراب، ولما شافها في الفرح ما سلمش عليها، وكمان اتلفظ بألفاظ وصفتها إيمي بأنها بذيئة. بعدها بيومين كتبت بوست على صفحتها الشخصية بتشرح فيه اللي حصل، وقالت إنها ما رضيتش ترد عليه لأنها بتحترم نفسها وتربيتها، وقالت إن المخرج محمد سامي شاف إن الانتقادات اللي توجهت كانت لشخصه مش للمسلسل، وده ما يعتبرش مخرج محترف أبداً.
أما عن حياتها الشخصية فهي اتجوزت من ملك جمال لبنان وعارض الأزياء غسان المولى، وانفصلت عنه لفترة وبعد سنوات رجعوا لبعض تاني، بس يقال إنهم انفصلوا للمرة التانية. مفيش معلومات مؤكدة حوالين موضوع الانفصال الأخير. عندها 3 أولاد هما يوسف والتوأم سالم وساري. يا ترى يا عزيزي المشاهد، رأيك إيه في خلاف محمد سامي مع الفنانة إيمي سالم؟ ومين عنده حق بقى إنه يزعل من التاني؟